اليوم سوف نتعرف على طريقة وكيفية إيجاد تحديث على تطبيقكم. سوف نقوم بالضغط هنا على ضبط الإعدادات، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على التطبيقات، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على تطبيق سوفونت، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على الإيقاف الإجباري، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على الموافقة، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على مكان التخزين، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على مسح التخزين مؤقت، بعدها سوف نقوم بالذهاب إلى متجر جوجل، وهنا سوف نقوم بالبحث عن تطبيق سوفونت فيظهر على هذا الشكل. وإنما تجد من هنا تحديث قم بضغط عليه وسيتم تحديد تطبيقكم سوفونت. وهكذا نكون قد قمنا بحل المشكلة. ولا تنسوا الضغط على اللايك والاشتراك في القناة، ونراكم في